طبعا كان عندي زيتون بلدي بالبيت مزروع حوالي البيت وكان عندنا عنب كله راح احترق بالحرب يعني. مستني منتظرين يعني تنتهي العقد ونرد نرجع المعاناة من أول لجديد، نتنقل من بيت لبيت. حتى الأولاد الصغار اللي ما بيعرفوا شيء يعني، في منهم مثلا مش واعيين سوريا. لما طلعت من 4 سنوات عم بقول لي بدنا نرجع بدنا نرجع بدنا نرجع، لما بتعرضوا للضيق مش عارفين هناك الوضع شلون يعني، أو وضع الحرب أو وضع، بقول لك بدنا نرجع. يعني في عندي خالتي رجعت بعد فترة عم تتندم لحد الآن، حتى يعني شكلها صورة متغير، يعني كانت تون أمورها شوي الصحية، حتى شكلها منظرها كان مختلف يعني. هناك تغيرت نسبة تقريبا 90% شكلها، من الخوف طبعا، من القصف، من يعني حتى بدي أقول لك تحكي لنا هذيك المرة البرميل جاية تقريبا جنبهم، برميل متفجر جاي جنبهم بالضبط. بقول لك يا ريتني ما روحت. يوصلكم اصوات الحرب لهون؟ اي لما كنت ساكن بمر وكانك بسوريا. لحد الان بعدنا مش مستقرين. يعني عايشين بين نارين، وين نظل ووين نرجع. شايفها كيف راح تخلص؟ ما فيش نظرة يعني مستقبلية، مش عارف يعني. بس الا ما يكون في امل ان شاء الله تفرج. إن شاء الله.